السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الثالث في تشكيل هذه الفلفلة إن نحولها إلى نبتة مشابهة أو خلينا نقول نبتة بونزاي في هاي الأصيص الشوي كبير. بديت ألاحظ شيء، بديت ألاحظ إن الأوراق بدأت تصير صغيرة، ومثل ما إحنا ملاحظين ما فيها أوراق وايد، ومثل ما تكلمنا في الفيديو اللي فات إن الجذور من أول فترة يعني من ثاني فيديو بدأت تطلع من أسفل الأصيص، فأتوقع أن النبتة بسرعة ملأت هذه الأصيص بالجذور، فإحنا لازم نعالج هذه المشكلة أن نطلع النبتة ونقلم جذورها مرة ثانية ونرجعها مع تربة جديدة على أساس أنها تقدر ترد تنمو، لأن النمو اللي فوق له علاقة مترابطة بشكل مباشر مع حجم النمو في الجذور، فإذا النبتة ما تقدر جذورها تنمو أكثر اللي فوق ما راح ينمو أكثر، فإحنا لازم نصلح هالمعادلة. راح نقلص كمية الجذور تقريبا إلى هذا الحد، يعني تقريبا راح نخلي هذه الكمية بس، فهي كلها اللي راح نقطعها ونحطها في الأصص نفسه ونرجع لها تربة جديدة إن شاء الله أساس تقدر ترد تستمر وتنمو. أول خطوة راح أسويها اللي هي راح أني أحاول شوي بس أتأكد أن النبتة مو ملتصقة في طرف الأصيص وأقدر أشيلها من الأصيص. فمثل ما احنا شايفين فعلا النبتة جذورها طلعت من أسفل الشبك حتى، فلازم نقلصها ونرجعها مرة ثانية. فلي راح أسوي أول شيء أني دائما راح أول شيء أمشط الجذور. الفكرة من تمشيط الجذور في هذه الحالة ان احنا نبغي الجذور اللي تطلع من النبتة بشكل دائري، يعني ان من جميع الاتجاهات، وهذه يعطينا شوي سمك في الجذع او ساق النبتة نفسها، والسمك لما نحصله يبتدي يعطي النبتة شكل شجرة كبيرة او شجرة قديمة بشكل مصغر. يعني راح أقطع هذه الجذور طبعا هذه الجذور كلها حية مو بميتة، لأن نعرف من لونها الأبيض نعرف أنها هي جذور حية. الشبك ذي راح أرده راجعة في الأصيص، والحين بس مجرد أحاول أني أصغر كتلة الجذور مرة ثانية. شوف في التربة في للحين فيها حبيبات الـ NPK الإفراز البطيء، فالظاهر اني راح ارجع نفس التربة هني على اساس بس انه ما اخسر الـ NPK اللي حطيته. هذه الجذور اللي موجودة اللي قطعناها طبعا راح تتحلل مع الوقت. واللي يبقى الحين اني راح املأ الفراغ اللي حوالين النبتة. احاول اقلم هاي الجذور الطويلة
اتوقع في الكثير راح يتخوف من اللي قاعد اسويه وانه يحس ان النبته ممكن تموت، ولكن ما زال في كميه من الجذور اللي راح تسحب الرطوبه وراح تغذي النبته. في كميه من الجذور هنا، هذه كتله مكتظه بالجذور، متروسه جذور، فما عليها خوف. يعني في جذور انه ممكن تتغذى النبته، فما في خوف على النبته. اللي يبقى الحين اني راح اروي النبته وراح ارجعها في مكان مظلل الى ان شوي تسترد عافيتها وصحتها.